إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أشارك معكم هذا الفيديو للتعريف أكثر بطائر الزبر، أو كما هو معروف بطائر الجمل. بالنسبة لهذا الزوج، قد اشتريته مؤخرا من أجل أخذ تجربة أكثر في تربيته. كما هو معروف، فهذا الطائر لا يحتاج أن تكون خبيرا في تربية الطيور، يكفي فقط أن تختار زوجا بالغا من ذكر وأنثى قصد الإنتاج منهما إن أردت من طبيعة الحال. وبالنسبة للذكر، فهو يغرد بخلاف الأنثى، ويمكن تمييز الذكر بمجرد العين المجردة، فهو له منقار برتقالي قاتم بشرط أن لا تكون عليه أي بقع سوداء، لأن السواد في المنقار دليل على عدم جهوزيته للتزوج. وللأنثى منقار برتقالي فاتح. هذا بالنسبة للتفريق بين الذكر والأنثى. إخواني، سأقوم بإعداد فيديو خاص للتفريق بين الجنسين للتوضيح أكثر بالنسبة للإخوان المبتدئين. من أراد تعلم تربية الطيور فليبدأ بطيور الزبرة، فثمنها مناسب جدا وشكلها جميل وتربيتها في متناول الجميع. من أراد الإنتاج منها سأقول لك توكل على الله، لن تجد أي صعوبة، وخصوصا إن طبقت بعض الشروط البسيطة، وهي اختيار زوجين بالغين وقفز كبير لإعطائهم حرية الطيران، ووضعه في مكان آمن بعيدا عن الصخب والقطط، وتجنب مراقبة العش يوميا، وتفادي تنقيل القفص. كما تلاحظون، هذا الزوجين قد اشتريته قرابة الأسبوع تقريبا. قد قمت باشتراء الذكر من محل، وبالنسبة للأنثى اشتريتها من محل آخر لكي أتفادى أن يكونوا إخوة. هذا سيؤثر في سلالات الإنتاج من طبيعة الحال. إخواني أخواتي، في قادم الأيام سأضع فيديوهات جديدة عن طائر الزبرة خاصة والطيور المنزلية عامة. أتمنى الدعم، فأخوكم في بداية مشواره، وليس لي تجربة كبيرة في هذا الميدان. قد تعلمت من بعض المعارف وبعض أصدقائي الذي سبقوني في تربية هذا الطائر الجميل. أستودعكم الله إخواني، وسأترككم مع هذه اللقطات لهذا الطائر الجميل. كما استمعتم، فهذا هو تغريد الذكر. يتميز الذكر بالتغريد بخلاف الأنثى.